واضح واضح. هذه السنة سنشهد على مدعكة كروية خيالية جدا، سنشهد على دوري أبطال إفريقيا مثير وحارق ومجنون. الأهلي تخسر في أول مباراة، الزمالك تخسر بفضيحة في أول مباراة، الرجاء تخسر أيضا من الترجي في كازابلانكا بفضيحة أيضا، والوداد تتعادل في آخر لحظات المباراة وتعود بتعادل ثمين من الجزائر. ما هذه بداية أبطال إفريقيا؟ بشويش علينا، بالراحة بالراحة، قلبنا لا يتحمل هذه النتائج وهذه البداية الساخنة جدا. أبشوية أبشوية، درجات في الصعود في الإطارة، درجات لا 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 تدخلوا لنا بالإطارة ضربة واحدة هكذا. لماذا لماذا؟ هو بس يا مرسي ما شوف الراجل ده، هو بس صلح النبي، هو بس ما شوف الراجل ده فضحني في كل حتة وعامل السلام عليكم الخوت، كتعاودوا هاني ناشطين فرحانين كلشي زين الله يحفظكم. كنتمنى اللي كيشاهدوا كيعجبوا فيديوهاتنا يتابونوا وفعل الجرس، شكرا لكم كاملين. اليوم غنتحدثوا على ملخص مباريات بالاخص العرب اللي لعبوا في دوري ابطال افريقيا والاداء اللي قدموه والنتائج، ولماذا كان هذا الاداء السيء من اغلب الفرق، يعني اللي كنتمنوهم تحقق اداء جيد من الرجاء والزمالك والاهلي، لماذا قدموا هذه المستويات السيئه ربما. وأيضا سنتحدث عن نتائج الإيجابية للوداد البيضاوي، وكل هذا سنشاهده في هذا الفيديو. خليكم معنا، وكنتمنى تابونوا وتفعلوا الجرس، شكرا لكم كاملين. يلا بينا نبداو. سنبدأ بمباراة الرجاء البيضاوي ضد الترجي التونسي، والتي كانت تعتبر هذه المباراة هي مباراة انتقامية للدار البيضاء، يعني الأداء والنتيجة لتعويض ما قدمه الوداد في ذلك الموسم الماضي من دوري أبطال إفريقيا. وكان الكل ينتظر الرجاء أن ينتقم للوداد ربما أو يأتي بنتيجة هذه، ولكن ما حصل كان دون المستوى، كان غير متوقع أن تخسر الرجاء في هذا الوقت بالذات، وفي هذا التألق الذي يشهده الرجاء البيضاوي بعد الفوز على الوداد في الديربي المجنون التاريخي الذي لن ينسى. كان المتوقع أن الرجاء تقدم مستوى عالي جدا بعد ذلك النفسية الرائعة التي أتوا بها من الديربي، ولكن لم نرى الرجاء البيضاوي، رأينا فقط الترجي. هي من لعبات تياش من لعب، واش من طب ربي ما لعبوا، رابينا احنا نخلوهم يربحوا، رابينا نحن من بغينا نخلوهم يربحوا، ما بيناش نكونوا بحال الوداد حتى حنا ننتقموا لهم. لا، الوداد ما يستحقوش ننتقموا لهم، احنا اللي بينا الترجي يربح، حنا باش نعاودوا نفكروا الوداد ونضحكوا عاوتاني. اش مي سي تخربق اخويا، اش كتخربق، حنا اللي ما بيناش نربحوا. المهم ربحوا او لم يريدوا ان يفوزوا، المهم ان الرجاء يعني بدات بدايه سيئه، بدايه متعثره جدا، وبكل صراحه الترجي سيطرت على المباراه وزربت عليه، يعني غفلتهم بهدفين متتاليين البدري وذلك اللاعب الافريقي متتاليين. لا متولي اليوم كان قدم مستوى يعني متوسط، متولي دائما هو من ينقذهم، هو من كان فقط البارحه، وحتى واذا قررته البارحه كانت سيئه، ولكن المهم بداية سيئة للرجاء، وعلي أن تتدارك هذا الموقف، وعلي أن تفوز في تونس، ليست هنالك أي نتيجة أخرى غير الفوز في تونس لتعوض هذه الخسارة، وعلي أن يعني أن اللاعبين أن يتحلوا بروح قتالية أكثر، لأن التأهل للدور الثاني يعتمد على الصبر والقوة والعزيمة، وهذا الثلاث خصال لم نراهم في الرجاء البارحة. عليكم أن تلعبوا بجد أكثر، فهذه دوري أبطال إفريقي وأنتم سنوات وغائبون عليها، والآن عدتم، عليكم أن تعودوا كالرجاء البيضاوي الذي نعرفه. هيا يا رجال، هيا يا رجال، هيا هيا هيا. وعكس هذه المباراة التي قدمها الوداد بصراحة، الوداد يعني بسرعة تداركوا نتيجة الديربي وخرجوا من 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 يعني من دي من تلك الكبوة وتلك النتيجة السيئة التي حصلت لهم، الريمونتادا التي بكل صراحة لن تنسى أبدا، وعادوا بتعادل ثمين من اتحاد العاصمة، من الجزائر، من عند فريق اتحاد العاصمة. نتيجة إيجابية جدا، يعني فوق هذه النتيجة لا يمكنك أن تتخيل، أن تتمنى أكثر من هذه النتيجة. العاصمة سجلت الهدف في الشوط الأول، هدف جميل جدا، وفي الدقيقة ربما 88 أو يعني قرابة 90 أو كاد هذا اللاعب الذي بالفعل قدم البارحة مباراة لوحده، كان يركض ويراوغ، وأمتع هذا اللاعب وسيقول كلمته مع الوداد. الآن بدأ يأخذ فرصته كاملة، الآن فقط، لأن في السابق لم يكن يعتمد عليه كرسمي، الآن بدأ يلعب رسمي، رأينا أو كيعود لمستواه وتألقه وأنقذهم
ورأينا الفرحة الهستيرية و تعادل إيجابي جدا، بداية يعني موفقة وبداية نتمنى أن يسيروا في هذا المستوى ويتأهلوا الفرق المغربية جميعها، هذا ما نتمنى والوداد الآن في المسار الصحيح. وخمسة وخميس أخويا، أحضينا أخويا قوس علينا، ربحنا تعادلنا هي من حقنا، إحنا ضغيال وداد، إحنا الأمة، إحنا ربحنا، إحنا قدرنا نجيبوا التعادل من الجزائر. قوس علينا خمسة وخميس أخويا، شبيدي عندنا صعبي، فوتنا عدينا اتساع. ديربي ضحك تقول لنا ديربي الريمونتادا، ودابا تقول لنا خرجتوا من النكبة، حنا غير كنخرجوا من النكبة، حنا راه أبطال إفريقيا اللي كنلعبوا عليها، حنا أسياد إفريقيا. تعرفتي لما تهضر ولا راه الوداد، هادي الوداد واش اللي لبها فمك هذا مالو هذا. المهم هذه كانت ما يخص الفرق المغربية، نتمنى لهم التوفيق ونتمنى للرجاء أن تتدارك ونتمنى الوداد أن تسير في المستوى الصحيح، هذا ما نتمنى ونحن معكم وندعمكم و تألقوا ننتظركم في النهائي ونصف النهائي، نريدكم في النهائي ونصف النهائي. الآن سنذهب للأقطاب الدوري المصري، الزمالك والأهلي، سنبتدئ بالزمالك التي خسرت عندما تيبي مازيمبي بثلاثة لصفر، فضيحة كروية من العياط الثقيل، ماذا سأقول أكثر؟ الزمالك تمر به في نقطة فراغ أو مرحلة فراغ أو يعني مرحلة من الضباب، الذي ضباب بين اللاعبين والأداء والمسيرين ومشاكل ماذا الذي يحصل لكم؟ الزمالك أيضا ينتظرون أن تعود لأبطال إفريقيا، وعندما تعود تبتدأ بهذه الخسارة، وخسارة مدلة 3-0، بداية أسوأ من السوء بحد ذاته. ما لا أعرف ماذا أقول، لاعبون كانوا سيئون، تيبي مانزيمبي كانت أفضل ولعبت بطريقة أجمل واستحوذت على المباراة وسيطرت بكل طولا عرضا، مباراة للنسيان للزمالك، هذا ما يمكن أن أقول، وأتمنى من يتداركوا أن يعودوا للزمالك الذي كنا نعرفه. أين هو هذا الزمالك؟ أين هو؟ في ايه بتبحث عن الزمالك ليه؟ ايه خسرنا بثلاثة تقوان، وبعدين نحن الزمالك يا حبيبي، كنت بتحبي الزمالك تحدث عننا، ما كنتش بتحبينا ابعد عننا، نحن الزمالك، اسكت عنا، تصمت، اخرس. نعم هزمونا، ولكن احنا رح نعود، انا متأكد رح نعود، اي سنة لا اعلم. هذا ما نتمناه لكم، نتمنى أن تعودوا، وأنا بكل صراحة ورأي متواضع وأتمنى أن أكون غير مخطئ، أنا أظن أن مشكل الزمالك هو فقط في التسيير السيء والتدبير دون المستوى، الذي لا يعرف أن يستغل فريقا بحجم الزمالك ويصنع منه تاريخ، فريق بحجم الزمالك وألقابه أصبحت يعني نادرة، يعني مشكل في التسيير بالدرجة الأولى، لأن اللاعبين عندهم ومنظومة عندهم وجماهير عندهم ويفعلون هذا الشيء، لا نعرف ما هو الحل، نتمنى أن تعودوا. الآن سننتقل للأهلي الذي لم يكن أفضل من الزمالك حاله، لأنه أيضا خسر في المباراة الأولى وبهدف لصفر، ونتيجة كانت أقل ما يمكن أن نقول عنها أنها سلبية جدا، بخروج أي أشرف بورقة حمراء ولاعبين بعشرة لاعبين و تعرضهم للخمة ولم يعودوا يلعبون بطريقتهم، وفايلر يبدأ دوري أبطال إفريقيا بهذه النتيجة السيئة، وأجاي الذي عولوا عليه كرأس حربة لم يفعل شيء، الذي لم يقدم شيء، رمضان صبحي يعود بعد تأهل مصر للأولمبياد أيضا لم يفعل ولا شيء، جميع اللاعبين الذين عول عليهم في دوري أبطال إفريقيا لم يفعلوا أي شيء، لا أعرف هل الأهلي أصبحت عندهم لعنة وعقدة مع دوري أبطال إفريقيا، دائما يأتون إلى دوري أبطال إفريقيا ينقلبون، يصبحون لا يعرفون يلعبوا كرة القدم، أصغر أيضا الذي كنا نتمنى أن يبدأ رسمي يلعب به في الشوط الثاني، وأيضا هو من تحرك قليلا، ما هذا الأداء، لا أفهم لماذا هذه البداية السيئة للعرب، لا أفهم، سنتمنى. المهم خلاصة لكل هذا أن هذا دوري أبطال إفريقيا الموسم حارق جدا، يعني نتائج لم تكن تتوقع، أكبر المتشائمين لم يكن يتوقع هذه النتائج، الأهلي والزمالك والرجاء يبدأون بتعطر والوداد بتعادل من الجزائر وبطريقة يعني مجنونة، سيناريو مجنون، أقل ما يمكن أن يقول عنه سيناريو مجنون، وننتظر، سننتظر الجولة الثانية والثالثة ولنرى المتعة، نريد المتعة يا ناس، أمتعونا رجاء، نريد هذا دوري أبطال إفريقيا الموسم
أن يكون أسطوري بتواجد كل العمالقة، يعني كل العمالقة موجودين هذا الموسم. قدموا لنا كرة جميلة لنفتخر بدوري أبطال إفريقيا، ولما لا لما لا نقارنه مع دوري أبطال أوروبا، لما لا بتواجد الكبار كلهم. فقط أعطونا أداء، أعطونا أداء ومتعة ونتيجة. شكرا لكم والسلام عليكم. ايه ايه يا عم الحق، يا عم الحق رأيتك نسيتني انا، نسيتني انا، انا لا لا يمكن اتحدث عنك في القناة ولا شو ولا شني. انا اهلاوي يا حبيبي، اهلاوي بالروح والدم، علي ان اتحدث. خسرنا ايه، تهزمنا، انهزمنا، ولكن لكن احنا رح نعود، رح نعود، انا متأكد، انا متأكد. ازارو، انت تحدث عن ازارو، بتحب ازارو، نحن كمان بنحبه، ولكن رح نعود ازارو ولا بلا ازارو، رح نعود. مفهوم يا حبيبي؟ انه الاهلي، الاهلي الاهلي هو الزعيم افريقيا، الاسطورة، الاهلي هو الاسطورة، انت تعرف هذا. نتعطر ولكننا لا لا نخسر، نعود، ننهض ونعود. سترانا في النهائي، انا اؤكد لك سترانا في النهائي. فهمتني ولا ما فهمتنيش؟ انا اللي اقول لكم على السلامة.